مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 272 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تنسوا تشجيعي بلايك والاشتراك بالقناة وفرجة ممتعة. وفي بداية الحلقة كان أحد الرجال يقول لأرهون ابتعد عن المناقصة ولا أحد سوف يتأدى بهاتف واحد يمكنك حلها وتركض كالعصفور لبيتك. قال لهم أرهون لا أحد يمكنه أن يجبرني على فعل شيء، لم ولن أنحني لأحد. قال له الرجل الثاني انظر إلي أيها الوسيم، ما أقوله سوف يحدث. وقال له أرهون بعد ذلك لا تثق جدا هذه المرة، أنت مخطئ، إما أن تفعل أم سوف تموت، كن ذكيا كن ذكيا، هل تسمع؟ وبعدها ضربه أرهون، وكانت هيرا في هذه اللحظات متوترة جدا وتشعر بشيء كأن رأسها سوف ينفجر. وأتى موسى وقال لها ما بك أختي؟ قالت له لا أعلم ما سبب هذا الألم. قال لها ربما لم تأكلي، هيا تعالي واستريحي هنا. وفي هذه الأثناء كان يقول له سوف تموت، وقال له ذاك الرجل الآخر الرئيس فوقنا اهدأ، هيا أنزل المسدس أنزله، المدير لن يرحمك، هيا اهدأ. وبعدها قال له هيا انظر جيدا أيها المحترم، لا تضعنا في وضع المجبورين على فعل شيء، ولا أحد سوف يتعرض للضرر، يد ميرهلي. وذهب وكان أرهون يريد فك يده. وجاء المساء وكان موسى يقول لهيرا كيف هو علي، هل هو بخير؟ قالت له لقد بدأ يسألني ويعلق قبل قليل قبل أن ينام، إنه محق على هذا، إنه يأتي قال على أنه سوف يأتي بالمساء وهو يحافظ على وعده، ولكن لا أعرف، أرجو أن يكون هناك ألا يكون هناك شيء معه. وقال لها لا أظن أن هناك شيء معه، لا تقلقي. قالت له لقد أغلق هاتفه ولا يرد على أحد، هو لا يفعل هكذا، على أي حال لقد حان الوقت لذهابي. قال لها سوف أوصلك. قالت له لا داعي. قالت له سوف تخبرني. قال لها حسنا سوف أخبرك في الصباح عن صهري، سوف يأتي لا تقلقي. وكانت إيفا تقول في هذه اللحظات لأحد رجالها يجب أن تبحثوا عن أرهون في أي مكان، إذا كان في الشركة أو أي مكان. وبعدها قالت أين أنت يا ذميرهلي، هل تختبئ مني؟ ومر الوقت وكانت هيرا في الفندق وهي تحاول ألا تفكر في أرهون، وبعدها لم تستطع وأخذت الهاتف وحاولت الاتصال بموسى لكي تسأل عن مجيء أرهون للقصر، ولكن موسى قال لها ليس هناك خبر عنه حتى الآن، هاتفه مغلق والسيدة عفيفة أعطت تعليمات ليفوز ليبحث عنه، لكن لا يوجد خبر، وعندما أحصل على خبر سوف أخبرك. وأقفلت الخط وكانت متوترة وقلقة. وفي هذه اللحظات كانت هيرا حزينة وقلقة وتفكر في كلام أرهون لها بأنه فكر في كلامها وأنها على حق، والشيء الوحيد الذي يريده هو أن تبقى سعيدة وأنه فعل المستحيل لكي تسامح، ولكن كانت نتائج سلبية وما فعل خوفا من أن يفقدها. وعادت من خيالها وكانت خائفة جدا وتحاول الاتصال به، كانت مترددة ولكنها لم تستطع. وبعدها اتصلت ولكن الهاتف كان مغلق وخافت عليه وقالت أين أنت؟ كانت تحاول الاتصال من جديد ولكن دون جدوى، وتركت له رسالة صوتية تقول له الكل قلق عليك، أنت لا تغلق هاتفك من دون سبب، فإذا أغلقت هاتفك واختفيت بسببي أرجوك عد من أجل علي وأمك، عد للمنزل الذي حدث بيننا ليحدث، مهما عشنا لنعيش ولكن هم عائلتك يقلقون عليك. وكان أرهون في هذه اللحظات ما زال مربوط، وكانت هيرا حزينة وقلقة جدا على أرهون. وجاء الصباح وكانت هيرا ما زالت نائمة، ثم استفاقت، وبمجرد أن استفاقت قالت لا يوجد لا اتصال ولا حتى رد على رسائلي. وبعدها اتصلت بموسى وقالت له هل هناك خبر؟ قال لها لا يا أختي. ثم قالت له حسنا بعد قليل سوف أخرج وآتي للقصر. ومر الوقت وكان شوكة يقول لعفيفة إنه لا يوجد خبر، وبعدها أتى يفوز وقالت له ماذا هناك؟ قال لها مع الأسف لقد بحثنا ولم نجده، ولقد وجدنا سيارته فارغة، ولقد شاهدنا بكاميرات المراقبة وعلمنا على أن أرهون قد اختطف. وكانت عفيفة مصدومة وخائفة جدا،
وبعد ذلك في هذه الأثناء كان أورهون يتذكر كلامه لهيرا عندما قال لها اغضبي مني، قولي شيء لا تصمتي. وكيف هيرا لم ترد أن تسامح أبدا لأنه صدق الافتراء عليها، وكيف كسرها وحولها إلى قطع كأنه لم يعرفها وهذا من خياله، وقال الموت لا شيء، ولكن ترك قلبك مكسور هكذا يوجع أكثر من الموت. ودخل ذاك الرجل وقال له ما هذا العناد يا أخي، أنت لا تريد فعل ما تريد، ألن تخرج من هذه المناقصة؟ قال له لن أخرج. وبعدها دخلوا بهيرا وقالوا له سوربريز مفاجأة، وقال له هيا لنرى يا ديمرهلي إذا سوف تظل هكذا معاند. وكانت هيرا متفاجئة وحزينة لوجود أورهون هناك، وكذلك أورهون كان خائف جدا ومصدوم من وجود هيرا. وفي هذه اللحظات كان يفوز يقول يا سيدة عفيفة أرجوك لا تقلقي. قالت له لما يخطفون ابني؟ قال لها نحن نبحث عن كل الاحتمالات. قالت له هيا اعرف إذا أرادوا فدية أغطر على ابني فورا. قال لها سوف نجده لا تقلقي. كانت إيفا مصدومة كذلك وبرهان وكذلك عفيفة، وكانت برهان تقول أرجوك عفيفة لا تحزني، أرجوك سوف يعود أورهون سالما إلى هنا، تأكدي من هذا. وفي هذه اللحظات كان أورهون ينظر لذاك الرجل وهو يحاول لمس هيرا وقال له اتركها فعملكم معي أنا، هي لا علاقة لها بذلك. وقال له ذاك الرجل وإذا لم نتركها؟ ثم كان يقول له لن ينتهي عملكم معي، فلن ينتهي عملكم معي، قلت لك لا تلمسها. وكان ذاك الرجل يستفز أورهون ويقول انظر لهذا الجمال. كان أورهون غاضب جدا وكان راح يجن جنونه لأنه كان يلمس هرهورتو حبيبته، وكان يقول له قلت لك لا تلمسها لا تلمسها. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك وشكرا.